سلام شباب، اليوم انا راح اشرح لكم كيف تضيفوا حلقة صفراء حول الماوس دون استخدام اي برنامج. اولا حتى نعملها نروح على هذا الويب سايت، رابط الويب سايت سوف تجدونه تحت الفيديو مباشرة. نروح من هون نعمل داونلودينج، نعمل داونلودينج. طبعا تنزل هي في مكان محدد، انا تنزل عندي بالداونلود، هيها اوكي في كلاسور الداونلود، فايل الداونلود. بعد هيك نروح على، شايفين اشارة الويندوز هنا في تحت سيرش، نضغط عليها ونكتب هنا ماوس، فعنديك بتطلع الماوس سيتينجز، نضغط عليها. الان بعد ما طلعت الماوس سيتينجز زي ما انتم شايفين، نروح هنا اديشنال ماوس اوبشنز، نضغط عليها. بعدين بتطلع عندنا هاي الصفحة الجديدة، نروح على هون بوينترز، نروح من هنا براوز ونبحث عن الدوسية اللي نزلناها، عن الفايل اللي نزلناه. نروح على براوز، نضغط على براوز. الآن نبحث على الفايل اللي نزلناه، احنا وين كنا منزلينه؟ في الداونلودز، في نضغط عليه كليكين مرتين، وبعدين نضغط ابلاي. ضغطنا ابلاي زي ما انتم شايفين كيف تحول الماوس، تضغط اوكي. الان زي ما انتم شايفين هذا الماوس صار له حلقه صفراء، لنفترض بدك تلغيه، ونروح على سيرشنج نفس الشيء ونكتب ماوس، ونروح على ماوس سيتينجز، نروح على اديشنال سيتينجز، نروح على بوينترز، نروح على يوز ديفولت، نضغط ابلاي اوكي. زي ما انتم شايفين الماوس رجع زي قديما. هذا الفيديو اللي حبيت اشرح لكم اياه اليوم، اتمنى يكون الفيديو قد نال اعجابكم. لا تنسوا تعملوا لنا لايكات وسبسكرايب، والى اللقاء في فيديو جديد.